رح نروح لمحطتنا التالية، ويمكن وخصوصا بهذا الوقت اللي ببلشوا الشباب كلهم بدنا نروح على الجيم، بدنا نعمل رياضة، بدنا تماما بودي بيلدينج. بنسمع كثير عن هذا الموضوع، قديش في اشخاص يمكن بيتبعوا انظمة غذائية احيانا مكملات، بنسمع عن الأسوأ اللي هو الإبر لحتى ياخذ جسم شكل، مدى صحة هذا الشيء؟ يعني وشفنا حالات بعيد الشر عن قلب الكل، هي وصلت للموت من وراء الهرمونات الزايده، من وراء المنشطات الزايده، من وراء نظام غذائي ممكن هو ما يلائم جسمه تماماً. ايضا رح نحكي اكثر عن الاخطاء يلي بيرتكبوها الشباب وخاصه بعمر المراهقه، يلي هن بدهم بسرعه يصير عندهم عضلات ويبنوا اجسام جميله نوعا ما. خلينا نحكي اكثر بهذا الموضوع مع الكوتش زاهر حمصاني. اهلا وسهلا فيك كوتش، صباح الخير. صباح النور، يا هلا. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. اول شيء خلينا نبلش، امتى العمر المناسب لحتى خلينا نقول نبلش الشباب، بالذات نحن عم نحكي على الشباب، يبنوا جسمهم؟ يعني اليوم اي شاب او خليني اقول مراهق بيقدر يروح على النادي ويقول انا بدي بلش اعمل عضلات، هذا الشيء صحيح؟ تمام. هلا انا بنصح من للعبه بناء كمال اجسام، بنصح انه فوق عمر 18 سنه يعني مشان ما يؤدي خطر على النمو تبعه على الطول او على تمام على الجسم. وبالنسبه للاعمار الباقيه هي الرياضه يعني تتاخذ كرياضه لياقه، مو شرط انه اوزان، او انا رايح على الجيم عشان احمل اوزان، فالعمر ال 50 لل 60 ما في اي مشكله. تمام. ولكن بنشوف احيانا في كثير اشخاص ما بتتناسب الرياضه مع جسمهم، ممكن تسبب لهم مشاكل اللي هو مثلا من وراء حمل الاثقال الثقيله بصير عنده قصر قامه، بصير عنده طمع. ممكن تشوهات بجسمه، انقراض فقرات حتى ما بعد 18 عام، بجوز في كثير من الشباب بيطولوا لحتى جسمهم يقبل يعني كنمو كافي كعظم وكجينات. طب انت ككوتش لما بيجي لعندك شاب بعمر 18، كيف انت بتقدر انت ترشده على انه شو يبلش من غير ما يضر جسمه ونموه؟ تمام. هلا نحن كصالات او جيمات رياضيه متبعين برنامج، وبرنامج دائري هو هذا، ما فيه حمل اوزان نهائيا، بس مجرد برنامج لياقه لنحرك الدوره الدمويه بالجسم بالمبدا الاولى. بالمبدا الثاني في برنامج اول كمان هو عباره عن اجهزه ومكنات ما ممكن تؤدي اي اذى على اللاعب كان بعمر 18 او 20 وما فوق. تمام. في يعني في بعد هي المرحله بيصير هو بيفوت لشيء اكبر، للبار، للدامبل، هي الاجهزه الضخمه اللي طيب كوتش خلينا نحكي كمان اليوم بنشوف كثير شباب اول ما ببلشوا الجيم ببلشوا يجيبوا علب اشكال الوان عربيز تماما. انا باخذ هذا الحب، هذا الحب بيأذيني، هذا الحب ما بيأذيني. خلينا نحكي اكثر عن انواع الحبوب اللي عم يتناولوها الشباب، شو الصح وشو الغلط، لانه صار في كثير لغط الفتره الماضيه على هذا الموضوع. تمام تمام. هلا انا ما بنصح باخذ اي مكمل غذائي الا عن طريق كوتش، وما بنصح كونه هو هاوي يعني من الهواة، انا ما بنصح انه باخذ الهرمون نهائيا، انه حيحصل على الكتله العضليه عن طريق الغذاء وعن طريق النوم وعن طريق التمرين، فما في داعي الا اذا كان هو محترف ومساره هي اللعبه او صار هو مختص بهذا الشيء. ف يعني قولا واحدا مضطر يعمل مساعده للعضله، مساعده، وهي هي الهرمونات موجوده بجسمنا بس ما بتصير بتنفرز عنا بالشكل الكافي، فهو عن طريق هرمون الانسولين او الى اخره او اي هرمون ثاني، فبده يكبر بهذا المسار. اما ان كان هاوي فممكن مكمل غذائي حمض امني بروتين، ممكن عن طريق كوتش طبعا. يعني كان الهرمونات هو هاوي واصر انه هذا الشيء كمان عن طريق كوتش وعن طريق طبيب، ولازم يكون مساوي كل التحاليل اللازمه اذا عنده اي تاثير بجسمه. ما كثير مهمه هي الجمله، يعني انا كان بدي اسالك واقول لك طبيب، يعني لانه الكوتش يعني صح هو بيعرف ببناء الاجسام، بس هو ما طبيب، بس هو ما طبيب. وسمعنا عن حالات شباب تاثر الكبد عندهم، تاثر الكليه، في شباب صار معه ازمات بسبب انه حدا اعطاهم دواء وتعامل معهم بشكل خليني اقول مو حرفي مثل ما انت عم تحكي، تعامل معهم بشكل تجاري. تمام. اوكي خذ هدول، وهذا الشيء اللي عم بيصير هلا تجاريا اكثر من انه رياضيا او كذا. هلا واحد واللي هو الاهم يعني هو انه على حسب ثقه الشخص بحاله، يعني خلص بوثق انه لازم يكون عندي عزيمه واصرار انه انا عن طريق الاكل والشرب والنوم والتمرين لازم اوصل لهي المرحله،
بس انا فيما بعد بوقف لمرحله اذا انا كنت حدا محترف وبدي شارك ببطولات والى اخره، فبضطر لأدلع لهي الهرمونات او المكملات لحتى يعني هذا ما بيصير يستوعب الجسم او العضله، بيصير بدها كميات اكبر من هذا الهرمون. نعم. تمام كوتش. كمان تكميلا للحكي اللي حضرتك عم تحكيه، كثير من الشباب يعني بخلصوا جيم بياكلوا مثلا اليوم بياكلوا 15 بيضه بلا صفار، بدهم يشربوا مثلا 6 كاسات كوكتيل برميل طبيعي، بدهم ياخذوا الدجاج يكون مشوي او النوع من السمك يكون. طب ما نحن هلا بوضع اقتصادي ما فينا ناكل 15 بيضه، وليش العدد الكبير بالاكل، وليش هذا الاكل بالذات لازم يركزوا عليه؟ خلينا هيك ننوه. تمام لك شغله هلا المرحلة الأولى، لأنه هذا الأكل هلا هو نظام لاعب كمان الأجسام، لازم ينتظم له بميزانية معينة، بروتين كارب صوديوم إلى آخره، فهذا هو مصدر بروتين، هو هذا الأكل ومصدر كارب مصدر صوديوم إلى آخره، فهو لازم بيصير عنده وجبات متتالية وتقسيم عن طريق الكوتش برنامج غذائي، بيقسم له شو بده قديش جسمه بحاجة لبروتين لكارب تمام كأكل. وهو لما معت يعني يوثق بنفسه بهذا الشيء انه عم ياخذ هو من هذا الاكل مصدر بروتين كافي، عم يلجا للمكملات الغذائيه. تمام. طيب بدي اسالك، وهي بترجع للكوتش ان كان هي مكملات ولا ان كان هو برنامج غذائي لازم يحصل عن طريق كوتش. طيب هون بدي اسالك، بنشوف شباب بلشوا بالجيم بلشوا يحصلوا يعني على شكل معين، بعد فتره بيرجع بينحف مره ثانيه، بعد فتره بيرجع بيسمن مره ثانيه، بيقول لك هي مرحله تنشيف مرحله تكوين، يعني هي المصطلحات اللي بيستخدموها. وفي ناس مثلا بيقول لك والله انا صار لي 5 شهور قاطع جيم فما عاد يعني رجع شكلي طبيعي. طب هلا بالعموم هو العضله لما الواحد بيشتغل عليها ما المفروض تحافظ على شكلها بشيء معين، ولا لا هو لازم يضل مدى الحياه بالجيم؟ هو في شيء اسمه تثبيت. تمام يعني. تمام تمام. هلا هو ما في عضله بتضل محافظه على شكلها، انت شيء تطلعي برا رياضه كمال الاجسام شهر شهرين ثلاثه رح يرجع جسم لشكله الطبيعي، البنيه الصح اللي هو خلق فيها وتكون فيها. بس لما يكون انه الكوتش عم ينفضه باسرع وقت ممكن، فهو شو حيساوي؟ حيضيف الكارب، حيضيف البروتين، حيصير يطلع بسرعه على حساب انه شو انه رح ينزل بسرعه. تمام. مثل عم ابدا الزياده اخذ النقصان. تمام. بس يطلع بشكل صحي وبشكل بطيء، فهو ما حيخسر هي الكتله بسرعه. نعم كوتش، دائما باي جيم او لاي اشخاص ان كان شباب وان كان صبايا، بدايه اي خطوه او بدايه الدخول الى الجيم او بدايه يعني بكل يوم لازم يكون في شويه وقت للتحمايه. لحتى يحموا العضلات. تمام. خلينا نفوت على هذا المود شوي ونحكي قديش مهم اليوم انه كلنا انه قبل ما نلعب ونقسى على عضلاتنا، قديش مهم انه نحن نحميهم لهدول العضلات، ما نقسى عليهم من تلقاء نفسنا. تمام. يعني تمام. في كثير اشخاص بفوتوا على الجيم بيلعبوا اول يوم 3 ساعات، اول ثاني يوم 6 ساعات، بعدين بيقعدوا معضل بالبيت اسبوع. تمام. اسبوع بيقعد. تمام. هلا هو اذا بلا نتيجه بلش تمرين بدون ما يحميه، فهذا صار في اصابه عضليه هون قولا واحدا. المرحله الاولى. المرحله الثانيه اذا ما حمى وصل ضخ دم لمرحله معينه على العضله ما رح يلاقي الاستفاده، ما حتجي الكريات البيضاء والكريات الحمر تدافع عن هذا الشيء. شو يعني تحمايه؟ هو الاحماء انه احنا بنحمي العضله نفسها، مثلا اليوم عنده تمرين كتاف، هو بيحمي العضله نفسها بنفس التمرين بس بوزن بسيط جدا، يعني هو قديش مثلا بيشيل 30 كيلو 60 كيلو 70 كيلو، بيشيل مثلا ممكن 1 كيلو 2 كيلو والتكرار بيكون اكثر. تمام. بالاضافه الى الكارديو اللي هو الجري والاوربيد والبساط وهدول الشغلات. طيب ونحن عم نحكي كمان، خلينا هيك حكينا كثير عن الشباب وهي كمان ناخذ شوي حصه للبنات اليوم. صح مو كل البنات بيهو كمال اجسام وقليله نلاقي عنا بطلات بهذا الموضوع وان كان موجود، ولكن بشكل عام في بنات بيحبوا يحملوا اوزان، بيقول لك هي الاوزان للبنات مسموح تحملي هيك كذا لتقويه الجسم، بس تقول لك ما بدي انا شكل ايدي يصير بشع، ما بدي شكل ايدي يصير مثل الشباب. مدى الصحه وخصوصا عم نشوف هلا صبايا لا انا رياضه معينه للارداف لحتى انحت الجسم من خلال بعض التمارين، نحكي عن هذا الموضوع. تمام. هلا هي بترجع للكوتش. يعني الكوتش هو نفسه اللي بيحدد لها هذا المسار، هي اذا عم
اشتغل عن طريق كوتش، فهذا الشيء كثير ممتاز، لانه بجوز تفوتي على النادي تتمرن تمارين يكبر لها العضل، وهي هون ضاعت الانوثه، ما عاد في الانوثه. وهلا هو كتمرين بناء كمال الاجسام خفت شوي، نزلت باقي الرياضات الايروبيك الزومبا الرقص الشريفه كله عم يتبع هاي الرياضات. اما كتمرين اجهزه او بناء كمال الاجسام للسيدات فحصرا عن طريق كوتش، لانه كهرمونات انثويه او كجينات عند السيدات ممكن انه بسرعه تخسر وزن كبير، وممكن بسرعه يعني يطلع هذا الوزن تكسب وزن اكثر، فحصرا عن طريق كوتش يفضل. نعم كوتش، خلينا نرجع على موضوعنا هو الأهم، وهو تناول المنشطات وتناول الهرمونات عند جيل من الشباب. أوكي، في كتير من الأنواع هي باودر، هي كبسولات ماشي الحال ممنوعة، ولكن حالات الأخذ الإبر كتير عم تأثر، شفنا حالات وفاة عند شباب أوفردوز بإبر الهرمونات يلي عم تنعطى. خلينا نحكي شو هدول الإبر، مين ما فيه ياخده من أنواع الأجسام، ليش الشباب لما بياخدوه ليش أحيانا عم تسبب حالات من الوفاة؟ تمام، هلا نحن رح نحكي مين فيه ياخده ومين ما فيه ياخده. اللي فيه ياخذ هو هذا الهرمون، انه هو نحن وصل لطريق الاحتراف، يعني هو ما صفي شغلته هاوي، هو صفي كوتش بهي اللعبه او مدرب لمجموعه ابطال، او هو بطل جمهوريه او بطل خارجي، فهو بده يلجا لهي الاساليب لانه هو صار بحاجه لها، كان هرمون او مكمل غذائي او انسولين او اي شيء من هذا، فهو صار بحاجه لها فبده يكمل، فبيكمل عن طريق طبيب والكوتش تبعه بنفس الوقت، ولازم يكون موجود تحليل المطلوبه كلها، تحليل خمايا الكبد، تحليل السائل المنوي الى اخره. طب اذا كانت التحليل هي كثير ممتازه تمام، ولكن عملت رده فعل الابره لما اخذها؟ لا، هو في مواد تنظيف تنعطى بعد الكورس لتطلع هي المواد من الجسم، بس انا ما بنصح فيها نهائيا، ان كان هو هاوي او محترف انا ما بنصح بياخذ الهرمونات نهائيا. لنحكي عن اضرارها عشان انه يعني نوضح الفكره اكثر. بالمرحله الاولى هي بتسبب العقم تمام عن طرفين كان سيدات او رجال، وتسبب هرمون السرطان اللي هو هرمون الثدي تمام، وبتسبب تشمع بالكبد، واكثر شيء اللي هو عم يعانوا منه او اللي حكوا عنه ابطال العالم هو القصور الكلوي الحاد، هذا اللي عم يسبب للوفاه تمام، او هبوط سكر مفاجئ او ضغط او الى اخره. فهي الامراض يعني نحن بغنى عنها تمام، يعني هو بناء كمال الاجسام نجي الواحد يضبط من جسمه او يعدل او يثق بحاله شوي زياده، فهي عن طريقه صار في اضرار تؤدي للموت، اضرار لتشمع الكبد، اضرار الى اخره. نعم نعم. طيب يعني بنهايه حديثنا كوتش، النصيحه الابرز اللي بتحب توجهها اليوم لكل اللي عم بيتابعنا؟ تمام، انا بحب اوجه لكل اللي عم يتابعنا انه اي حدا بحب يدخل جيم رياضي او يتابع لعبه بناء كمال الاجسام فلازم تمام. فلازم انه هو فورا اول ما يفوت على الصاله هو يتابع كوتش، ان كان عن طريق برنامج تدريبي او عن طريق برنامج غذائي. هن ثلاث شغلات المهمين هي الغذاء الصح، النوم الصح، التمرين الصح. بالغذاء الصح هو حسب ما قسم له الكوتش الشيء المناسب لجسمه، ان كان بروتين، كارب، سكريات، دهون مشبعه، غير مشبعه الى اخره. وعن طريق النوم، هو النوم بيعطينا تجديد الاستشفاء للجسم، او هو اكثر وقت بيتجدد فيه الاستشفاء العضلي للجسم. والشغله الثانيه هي انه بينفرز هرمون الجي اتش اللي هو هرمون النمو والانسولين عن طريق النوم. والشغله الثالثه هي التمرين، التمرين اهم شيء. نعم، نحن بالختام بدنا نقول لكل الشباب يلي حابين يعملوا بناء اجسام او يهتموا بصحتهم وجسمهم يكون رياضي مثالي، لازم دائما يكون تحت استشاره كوتش وطبيب ايضا يهتم بصحتهم، لانه اكيد حياتهم ما لازم تتعرض للخطر. بدنا نشكرك كثير كوتش، شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.